السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الاجتماعية العراقية زحل المفتي. تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الآن أدعوكم إلى وقفة مع الشعر. هو العراق، هو العراق، هو العراق عزيز النفس مذ كانا، ما هان أبناؤه يوما ولا هانا. هو النخيل الذي يسمو ليلثمه فم السحاب بكل الشوق والهانا. هو الفصاحة في أسمى مظاهرها، وكم سبى سحرها الخلاب آذانا. هو الحضارة والآثار شاهدة عنه تحدث تاريخا وإنسانا. من أفق نهضته نور الحروف سرى، يروي الفؤاد هدى والنفس إيمانا. صعب على النفس أن يغشى حماك أذى وأن يسوق لك الآلام ألوانا، وأن تراك وحيدا في مصائبه التي تهز لنا قلبا ووجدانا. كيف الثعالب تلهو في مسارحه، والبوم كيف استباحت منه أغصانا، وكيف دجلة تبكي والفرات معا، ومنهما قرحت تسعيد أجفانا. وللحرائر أنات يذوب لها قلب الصخور تذكي فيه نيرانا. للرافدين تحياتي وإن بعدا عني، وأطيب تسليمي وإن بانا. وللعراق وأهلي في العراق دمي، هاجت مواقده شوقا وتحنانا. إذا بكت عين بغداد بكت جزعا، في القدس عين فأبكت عين عمانا. بغداد عاصمة الدنيا وزينتها، كانت لنا راحة تسخو وريحانا. كانت لنا سندا في كل نازلة، فكيف ننسى الذي بالنفس واسانا. كانت لنا الحصن والعين التي انسكبت للعرب قاطبة خيرا وإحسانا. إنا ليحزننا ما بات يحزنكم، ألم نكن دائما أهلا وإخوانا. أيا عراق العلا والمجد، كنت ولم تزل لكل العلا والمجد عنوانا. هذا الظلام وإن طال المقام به، هذا الظلام وإن طال المقام به، لسوف يدبر مهزوما وخسرانا. وسوف ترحل عن أرض العراق يد كم أوسعت أهله الأحرار
طغيانا غدا يهل علينا النصر. أبصره بالقلب في وطني يختال نشوانا غدا يطل علينا الفجر. مبتسما يجر في الأفق البسام أردانا يصوغ بالوحدة الغراء ملحمة نبقى الأعز بها رغم العدا شان. بعد هذه الوقفة مع الشعر أدعوكم لمتابعة فقرة هذا كتابي. أنا القاص والناقد محمد رمضان الجبور. صدر لي مؤخرا مجموعة قصصية بعنوان أكاذيب المساء. المجموعة صادرة عن دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، وكانت المجموعة بدعم من وزارة الثقافة الأردنية، مشكورة لدعمها الكتاب والكتاب الأردني. المجموعة تقع في 112 صفحة من القطع المتوسط، وتضم ما بين دفتيها 33 قصة قصيرة وقصيرة جدا. تنوعت القصة ما بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، ومن خلال هذه القصص تناولت مجموعة من القضايا الهامة التي تهم المجتمع والوطن والمواطن. وقد تناولت في هذه المجموعة مجموعة من القصص التي تحاكي الوطن والمواطن، ومن خلال هذه القصص حاولت كشف بعض الخلل الذي يدور في مجتمعنا العربي أو يمس المجتمع العربي، وأفردت مساحة شاسعة للوطن. فالوطن يسكن في تلافيف قلوبنا وفي أعماق نفوسنا. ومن القصص التي تناولت فيها تيمة الوطن قصة وصول، قصة وطن، قصة اعتذار، قصص عديدة تناولتها في هذه المجموعة تحاكي الوطن وتتحدث عن الوطن وأهمية الوطن في نفوسنا. لم تخلو المجموعة أيضا من مجموعة من القصص الرومانسية التي جاءت بطريقة وأسلوب جميل معبر شائق للمتلقي. من الشخصيات التي برزت في المجموعة القصصية هذه وتكررت شخصية عبد الستار. عبد الستار شخصية محورية وردت في العديد من قصص المجموعة، وكانت مركز لسير الأحداث وتمركزها. أيضا تناولت أزمة الثقافة العربية بمجموعة من القصص القصيرة أيضا جدا، منها قصة قصيرة بعنوان شواقص تحدثت عن أزمة الثقافة العربية وعن أزمة الكتاب العربي وكيف أصبح الكتاب مهجورا، والتفت الناس إلى التكنولوجيا الحديثة، إلى النت وإلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبح الكتاب مهجورا، نوع من الأزمة التي بيعاني منها المجتمع في وقتنا الحاضر ووقتنا وهذا العصر الحديث. لم تكن هذه المجموعة القصصية الوحيدة لي، فقد صدر لي قبل هذه المجموعة مجموعة أكاذيب المساء صدر لي 4 مجموعات قصصية: جدار الوهم، تعيش أنت، أبواب للدخول فقط، أحلام ممنوعة. كل هذه مجموعات قصصية قصيرة لاقت الإقبال من المتلقين ومن الجمهور القارئ.
في النهاية كل الشكر والتقدير لقناة الرافدين التي تهتم بالكتاب والكتاب والأدباء من مختلف الوطن العربي الكبير. أهلا بكم من جديد. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الاجتماعية العراقية زحل المفتي، حاصلة على دبلوم محاسبة من معهد الجزائري في دمشق. أصدرت كتابين نثريين هما لأجلك أغني وأوراق خريفية. أصدرت مجموعة قصصية تحت عنوان صقيع العمر تنتمي إلى عدة منتديات ثقافية. عضو هيئة إدارية في مجلة شجرة الأرز الأدبية في العراق، حاصلة على عدة شهادات ودروع تكريمية. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. مرحبا بك الكاتبة والناشطة الاجتماعية العراقية زحل المفتي، ضيفة على برنامج فضاءات وقناة الرافدين. أهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. حياك الله أستاذ زحل. بداية نبدأ بالكتاب الأول. كتابك الأول هو لأجلك أغني. العنوان يوحي أن مضمون الكتاب ينطوي على سرور، لكن نصوصه توشحت بالجراح. في الخاطرة الأولى أطفال الحجارة، تقولين فيها: فعلى كل حجر كتبت قصة، وكل قصة كتبت بدم شهيد، وكل شهيد صار رصاصة في عيون قاتلي. لأجلك أغني، هل هو غناء الموجوع؟ لأجلك أغني هو كتاب عن معاناة بين فلسطين والعراق. كل هالخواطر كانت محصورة بين فلسطين والعراق، والحجارة هي كانت السلاح الوحيد لأبناء فلسطين، كانت هي يعني الحرب اليدوية اللي لا يستطيعون يعني الحصول على السلاح غيره. فكنا ننشد ونغني دائما لأجل الوطن، وهم كانوا يحملون الحجارة لأجل الوطن، فكانت معاناتهم هي معاناتنا، والجميع طبعا هذه معاناة كل العرب. نعم، إذن هو غناء الوجع، غناء الموجوع، ليس غناء السرور والبهجة والفرح. لا لا، أكيد هو معاناة الوجع. نعم، الوجع العربي بصورة عامة حتى. طيب لماذا اخترت هذا العنوان؟ لأجلك أغني، نغني للوطن. نعم. يعني دائما الأغاني الوطنية هي اللي ترفع حماس المناضلين. نعم، الأناشيد والأغاني الوطنية، نعم، ترفع تزيد حماسة الثائرين وترفع الهمم، وكثيرا ما استخدمت في المواقف المحتدمة. إذن هو كما قلت هو انعكاس لهذا التمازج والانصهار بين الشعب العراقي والشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يعيش معاناة الاحتلال الصهيوني البغيض. الآن يعني أغلب البلدان العربية تعيش احتلالات، حتى البلدان التي ظاهريا هي مستقلة هي في باطن الأمر لا تمتلك القرار السيادي. الخاطرة الثانية إلى أم الشهيد محمد الدرة، تخاطبينها: كفكفي دمعك يا أم الشهيد ولا تتنهدي، فهو خالد فينا وكل أطفال الوطن هم محمد، والمقصود محمد الدرة. في تلك الفترة كانت فلسطين فقط محتلة، عندما قتل جيش الاحتلال الصهيوني الطفل محمد الدرة، والمشهد كلنا نتذكره، هذا المشهد الدامي المؤلم الحزين، والذي للأسف لم يحرك غيرة ونخوة الأنظمة العربية تجاه هذا المشهد الأليم. يعني فقلت يعني كانت فلسطين فقط هي المحتلة في تلك الفترة، لكن الآن العراق محتل، سوريا محتلة، حتى البلدان كما قلت العربية التي ظاهر الأمر هي مستقلة، لكن في باطن الأمر هي تخضع لإملاءات القوى الدولية الكبرى
المعادية. هنا عندما قلت محمد هو كل أطفال الوطن، هل قصدت هذه الحالة الآن التي نعيشها أن كل بلدان تحت الاحتلال، أم أنها أن وجع أم محمد هو وجع كل أمهات العربيات؟ وفي الحقيقة في وقتها كان هو وجع أم محمد الدرة، وكنا نشعر بمعاناتها، ولكن في الوقت الحاضر أصبحت معاناة كل أم، لأن الكم أصبح عنده شهيد وفقد طفل أو زوج أو أخ أو أي حد عزيز يعني من الأهل، فأصبحت معاناة عامة للكل ولم تقتصر على محمد الدرة. الآن الحال كما قلت أن فلسطين كانت في تلك الفترة فقط فلسطين محتلة، ما البلدان العربية كانت يعني ظاهريا مستقلة، بعضها يعني يخضع لإملاءات، عدا ربما كان العراق يعني يمتلك قراره السيادي لكن كان محاصرا تحت حصار جائر بعد حرب طاحنة عام 91، ثم بعدها معركة الاحتلال، فحصل الاحتلال الأمريكي، الأمة للأسف تهاوت بعد هذا الاحتلال البغيض الأمريكي للعراق، وسلم السلطة إلى مجموعة من الأحزاب الفاسدة. كما قلت أنه أنت قلتي أنه محمد هو كل أطفال الوطن، يعني كأنها نبوءة، يعني في تلك الفترة كنت يعني أتفهم هذه المشاعر، أنك كنت تقولين أنه يا أم محمد لا تحزني لا تنكسي كلنا معك، لكن هذه المفردة أو هذه العبارة يعني كأنها نبوءة كاتب أنه ما حصل لمحمد درة سيحصل لكل أطفال الوطن، هكذا أنا أرى الأمر. صحيح هذا ما حصل فعلا وللأسف. أنا قلت بالبداية أنه الديوة أو المجموعة أو مجموعة يعني هو مجموعة خواطر، مجموعة نصوص نثرية توشحت بالحزن، حزن الاحتلال أو حزن الفلسطينيين نتيجة الاحتلال البغيض، بعض القصص أخذت أيضا يعني أحداث أخرى يعني كانت في العراق. هنا قصة أخرى أو خاطرة أخرى توشحت أيضا بوجع فلسطين، وهي ثورة الحجر، تقولين فيها سأحكي لكم قصة المدينة المطوقة بالقصف والقتل، كم تساقطت على أرضها نجوم، افتحوا قبر الشهيد افتحوا قبر الشهيد واسألوه عن مفاوضات السلام. أنا سؤالي الآن، لو فتحنا قبر الشهيد ست زحل، لو فتحنا قبر الشهيد وسألناه عن مفاوضات السلام، واضح أنك تقصدين مفاوضات السلام التي حصلت بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الصهيوني بدءا بأوسلو عام 93 والتداعيات الأخرى التي أنتجت سلطة هزيلة هي أصبحت جزء من أدوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. الآن لو فتحنا كما قلت القبر وسألنا الشهيد ماذا يقول؟ وأنا بنفس الفقرة كانت الإجابة، نعم، كانت تقول إنه لا تخونوا الشعب ولا تقتلوه ولا تساوموا بدمه، يعني الكل يرفض، طبعا يرفض المساومة ويرفض التفاوض، لأنه ما دام هناك احتلال فلا بد أن يكون هنالك مقاومة، والمفاوضات لا تؤدي إلى سلام. هذه الكتابات أنت أصدرتي هذه الخواطر متأخرة جدا، يعني خرجت للنور أو طبعت يعني خلال إلى 10 سنين أو يعني هذا التأخير، يعني في فترة الثانوية، في فترة المدرسة، في فترة هل كنت تكتبين؟ أنا كنت أكتب في فترة المدرسة، ويعني كنت أنشر أحيانا في بعض الصحف مجرد خواطر يعني بسيطة، وبعدين جمعتهم كتاب حاولت نشره يعني بالفترة الأخيرة. كانت معلمتي يعني بالإعدادي هي اللي كانت تشجعني فعلا على الكتابة، وبشكرها طبعا جزيل الشكر، اللي هي الدكتورة بشرى البستاني،
كانت من الناس اللي كثير يعني دعمتني وشجعتني على الكتابة. في أي مرحلة دراسية درستكم دكتورة بشرى البستاني؟ في الإعدادي، كانت في وقتها لم تصل إلى مرحلة الدكتوراه طبعا، بعد صارت دكتوراه وبالجامعة. طبعا دكتورة بشرى أكاديمية الآن في جامعة الموصل وشاعرة ولها إصدارات، ونحييها أيضا، ويعني جميل أنها كانت هي التي يعني مدرسة لك. طيب في تلك الفترة هل كانت تشرف على نصوصك، على كتاباتك، على الخواطر التي كنت تكتبيها؟ أنا الخواطر اللي كنت أكتبها غالبا في مادة التعبير في درس العربي، نعم. دائما يعني تدعمني على هاي الأشياء، ما كنت أكتب خواطر شخصية إلي ويعني تطلع عليها، لا هي بحدود الدرس يعني. جميل. كيف كانت درجاتك في درس اللي هو طبعا البعض يسميه إنشاء وبعض يسميه تعبير؟ صحيح. هو بال يعني هو كتابة إبداعية. نعم، كانت درجاتي عالية في درس التعبير أو الإنشاء. نعم. كما تقول طبعا هو درس مهم بالنسبة لل في درس اللغة العربية حقيقة، أحد دروس اللغة العربية درس مهم، هي يعني تنمية لمواهب التلميذ، ومن خلال هذه الكتابات، من خلال هذا الدرس، لأنه يعتمد على القدرات الذاتية. طبعا المعلم المدرس يعلم الطالب القواعد النحو، يعني أبجديات الكتابة، لكن الموهبة هنا تلعب دورا كبيرا في الإبداع في كتابة النص. ماذا كانت تقول بشرى البستاني عن كتاباتك؟ كانت تعجب بكتاباتي يعني، وتشجعني على القراءة أكثر، حتى يعني صير الواحد عنده خلفية ثقافية أكثر، عنده ثروة لغوية. نعم، يعني يصير عنده الواحد يطلع، عنده مجال للتوسع أكثر في الكتابة. هل ما زلت تتواصلين معها؟ تقريبا لأنه هي مش ما بس فقط يعني مدرسة، كان هنالك علاقة صداقة أيضا بيناتنا، وظلت علاقتنا متواصلة يعني حتى لما تكون في الأردن نتبادل الزيارات. نعم، هي أيضا لها تقيم في عمان، العاصمة الأردنية، وأنت تقيمين في عمان باعتبار أن الزوج أردني ودرس في جامعة الموصل حسب معلوماتي يعني. نعم صحيح. نعم، هذه النصوص للإصدار الأول لأجلك أغني فيها نصوص من تلك الفترة، فترة الدراسة الثانوية؟ لا. نعم، كلها بعد ما يعني بعد ما خلصت الدراسة وغادرت العراق. نعم، أنت أنهيت الدراسة بالدراسة الثانوية في العراق ثم غادرت العراق؟ نعم، غادرت العراق إلى دمشق، درست في دمشق، بعدين تزوجت، رحت إلى الإمارات العربية، ثم عدت إلى الاستقرار في الأردن. معذرة سنكمل بعد الفاصل، معذرة ست زحل، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والناشطة الاجتماعية العراقية زحل المفتي. أعود إليك سيد زحل، كنا نتحدث عن أنك أنهيت الدراسة الثانوية في الموصل ثم غادرت إلى كبداية إلى دمشق ثم إلى الإمارات. نتحدث عن هذه الرحلة، كيف كانت هذه الرحلة وهي أسباب يعني السفر من العراق إلى دمشق ثم إلى الإمارات؟ غادرت من العراق إلى دمشق للدراسة بالجامعة هناك، لأنه والدتي بالأصل سورية أيضا. نعم، واستقريت طبعا مع خالتي وجدتي، درست هناك فترة، درست سنة أولى في الجامعة، ثم تزوجت وزوجي كان يعمل في الإمارات، طبعا لابد أن ألتحق فيه، بقيت هناك 9 سنوات في الإمارات، وأنهى هناك العقد يعني في العمل بالإمارات وعدنا إلى الأردن. حسب معلوماتي أنه درس في جامعة الموصل.
نعم. بعد تخرجه سافر إلى الإمارات للعمل هناك. طيب، ودرستي في جامعة جامعة دمشق؟ نعم. يعني أنت أساساً حصل على دبلوم محاسبة؟ نعم. حصلت على دبلوم محاسبة من جامعة دمشق؟ لا، أنا درست في جامعة دمشق سنة، كنت أدرس حقوق. نعم. ولكن بعد السنة الأولى حين ترفعت للسنة الثانية سافرت إلى الإمارات، وسنتها كانوا فاتحين جامعة في الأين، مدينة التي كنت أسكن فيها، وقدمت بطلب الانتساب لهناك للنقل يعني على سنة ثانية، فكانوا هم بداية الجامعة صفوف أولى فقط، طلبوا مني أن أجل التقديم للسنة التي تليها على أساس أنه يكون صار عندهم صف ثاني. فسحبت أوراقي من جامعة دمشق طبعاً وصدقتها من سفارة الإمارات والخارجية، يعني الإجراءات المعتادة. في السنة التالية رحت قدمت لجامعة الإمارات على أساس كما وعدوني في السنة التي قبلها، ولكن رفضوا ذلك، قال لا، احنا لا ناخذ الا خريجين التوجيه الامارات، ويجب ان تعيدي توجيهي في الامارات وتعيدي سنه اولى ولتلتحقي السنه الثانيه. طبعا اضاعوا علي 3 سنوات. فعندما عدت لدمشق لاعيد الاوراق للجامعه واكمل هناك رفضوا اعادتها بما اني سحبتها، فنسبوني الى معهد على ان اختار يعني تخصص ثاني، فاخترت المحاسبه، وأنا أخذت شهادة المحاسبة من دمشق طبعاً. نعم. والحمد لله. بعض الخواطر، خواطر هذا الكتاب لأجلك أغني، يعني ختمتها بالشعر، ومنها يا عراق إذا اخترت بيتين للجواهر هما: سلام على هضبات العراقي وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل ذي السعفات الطوالي، على سيد الشجر المقتنى. والخاطرة الأخرى همسة وطن، اخترتي أيضا أو ختمتها ببيتين لنزار قباني إذ يقول: من جرب الكية لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب، حبل الفجيعة ملتف على عنقي، من ذا يعاقب مشنوقا إذا اضطرب. هنا يعني استخدام الشعر في ختام الخاطرة، أو يعني في نص الخاطرة، هل تشعرين أنه يعزز ويعطي قوة للخاطرة؟ لما لا؟ أكيد. نعم. يعني وخاطرة يعني تناسب عفواً البيت الشعر يناسب الخاطرة التي كانت مطروحة. نعم. فأعجبني يعني أن أعزز خاطرتي بهذا البيت. طيب، لماذا وقع الاختيار فقط على الجواهري ونزار قباني؟ والله أنا من المغرمين بقصائدهم صراحة. نعم. والجواهري يعني برضه يعني يبقى أنه عراقي، نشعر به ويشعر بنا نفس المعاناة ونفس إذن هو الشعر عزز كما قلتي قوة الخاطرة. نذهب إلى الإصدار الثاني، وهو إصدارك الثاني، وهو أيضا كتاب نثري تحت عنوان أوراق خريفية، وهو نصوص نثرية يعني كلها توشحت أيضا بالحزن والوجع والخذلان. من امرأة تخاطب رجلا، في أغلب النصوص أنها تظهر امرأة تخاطب رجلا، وكما قلت توشحت هذه النصوص النثرية بالحزن والألم والخذلان أيضا. يعني هل هي تصوير لوضع نفسي عاشته الكاتبة في مرحلة من مراحل عمرها؟ وليس موضوع نفسي شخصي يعني، ولكن هذه معاناة المرأة في الشرق العربي، لأنه يعني مجتمعنا ذكوري بصراحة، وكل النساء تعاني. يعني أكتب أحياناً من معاناة صديقة أو أخت أو زميلة تطرح أمامي فكرة معينة فأقتبس منها بعض الخواطر.
فتكون كتاباتي طبعا دائما موشحة بالحزن كما قلت والمعاناة، لأن المرأة العربية فعلا تعاني ولم تعطي ولم يمنح لها يعني مساحة من الحرية لتأخذ مجالها في المجتمع. يعني كل هذا الحرية، كل هذه الحرية وهي ما ماخذ حريتها يعني بالبلدان العربية. لا لا، ما ماخذ حقوقها بصراحة يعني. نعم. مطلقة، يبقى الذكر ذكر. في بعض المجتمعات الرجال يعانون من طغيان وال والله هذه النسبة قليلة يعني. جدا. نعم. نسبة قليلة ممكن. والمعاناة تبقى يعني. أنا بالنسبة لي دائما الغربة هي أساس المعاناة، تنقلاتي من بلد لبلد وشعوري بالغربة، البعد عن الأهل عن الوطن، كلها تؤثر هذه على نفسية الكاتب طبعا. يعني أفهم هذه النصوص النثرية كانت تجسد قصص لمغتربات، لمغتربات ولزميلات ويعني نعم لكل النواحي، للمرأة بصورة عامة. إذن هي كما قلتي أنه يعني أنت تقمصتي شخصية بعض الرفيقات بعض الزميلات وكتبتي عنهن. إذن يعني أنا تشخيص دقيق أن يعني بطلة النص هي تعيش معاناة وفترة أو حالة نفسية عصيبة انعكست واضحة على حروف النصوص. هناك نص آخر وهو ليلة عيد، يعني تقولين فيها: ترى ماذا يحمل لنا هذا العام؟ أهي الآلام مزيدا من الحروب أم بعض السلام؟ مات آخر الأيام وانضم إلى قافلة الذكريات. رغم أنك تتحدثين عن ليلة عيد، وليلة عيد المفروض أنه الإنسان يبتهج يفرح يحلق في فضاء السرور، لكن لغة النص كانت معجونة بالحزن. لماذا؟ هي ليلة عيد رأس السنة، يعني انتهت نعم. السنة وتبدأ سنة جديدة. فبالبداية يعني الواحد ممكن يتفائل، هل هناك أمل؟ هل هناك أحلام ستتحقق؟ هل هناك أشياء ستأتي يعني حاملة الخير معها؟ انتهى آخر يوم، فخلص انتهى هذا اليوم، مات، أصبح من الذكريات يعني مثل باقي الأيام اللي رحلت عنا، تبقى ذكرى بحياتنا ونبقى نحلم بأمل جديد لعله يكون القادم أفضل. يعني أنت كتبتي هذا النص في ليلة عيد، ليلة رأس السنة. نعم. وكنت يعني تنظرين إلى هذا العام الجديد، وهناك تساؤلات كثيرة كما بدت في النص أو ختام النص: أهي الآلام أم الأحلام أم مزيدا من الحروب أم بعض سلام؟ ماذا جاء به العام الجديد؟ يعني بعد هذه التساؤلات أنت عشت الواقع، ماذا حمل هذا العام؟ حمل الأحزان، لأنه كل سنة تأتي الصعاب أكثر، وكل الذكريات اللي مضت تحصر عليها، واللي بيروح ما بيرجع مثل ما يقولون. طيب لماذا دائما نحن ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والأمل، لكن دائما عندما نصل يعني محطة المستقبل وتصبح حاضرا ثم تتحول إلى ماض، يعني لماذا ننظر إلى هذا المستقبل دائما بتفاؤل وسرور، لكن الواقع يأتي عكس ما كنا نتأمل في أمتنا؟ الأمم الأخرى يعني الأمم الغربية تتفاءل وتعيش وتخطط وتحقق ما تخطط له، لماذا نحن دائما مستقبلنا مجهول ودائما الماضي نراه على رغم قساوته نراه أجمل من الحاضر؟ بصراحة دائما الإنسان يبقى متفائل يتأمل بالخير، لكن على حسب التطورات والأحداث التي نمر بها نشوف دائما من سيء إلى أسوأ، يعني لم يعد للتفاؤل مكان في حياتنا، أصبحنا يعني مثل ما يقولون نتمسك بالماضي أكثر من الحاضر، لأنه عشنا أيام جميلة يعني نتأسف على أولادنا إنه يشوف المستقبل أسوأ من اللي عايشينه هلأ، لأنه باستمرار إلى الوراء. نعم.
طيب لماذا لا نصنع مستقبلنا كما تفعل الأمم الأخرى؟ يعني أين المشكلة؟ المشكلة في المسؤولين اللي حوالينا. المستقبل الشخصي ممكن أنت تقدر تتحكم فيه، تقدر تحدد دراستك، تحقق مستقبلك، تحقق أهداف أنت محددها بحياتك، لكن مستقبل عام ما نقدر نسيطر عليه إحنا، لأن المتحكمين في مستقبلنا وفي حياتنا يجرونا إلى الوراء. نعم. يعني هل هم بقصدية أم بعدم قدرة؟ يعني هل هم ينفذون إملاءات خارجية تريد لهذه الأمة أن تبقى منهزمة، منكسرة، متأخرة، متخلفة؟ أكيد إملاءات خارجية، وما شاء الله يعني كل المستلمين القرار هم مجرد أحجار شطرنج لمسؤولين خلفهم هم الذي يحركونهم لأجل تدمير هذه البلاد. نعم. طيب الطبقة المثقفة الآن، وحضرتك من هذه الطبقة، والتقينا في أكثر من نشاط ثقافي في يعني في المنتديات الثقافية في الأردن، ومؤكد أنه كل المثقفين الذين نلتقي بهم هم يجتمعون على طموح واحد وهدف واحد وغاية واحدة، أنهم يرتقون بالمستوى الثقافي والعلمي وحتى القوة لهذه الأمة. يعني على مستوى الطموح الشخصي كل إنسان يطمح إلى أن يكون المستقبل أفضل، الحياة أفضل بالنسبة له، وطبعا هو جزء من المجتمع، الكل يطمح إلى هذا الطموح، بالنهاية يصبح طموحا مشتركا. هذه الطبقة المثقفة لماذا أراها غير قادرة على تغيير الواقع السياسي، الواقع الاجتماعي، الواقع حتى الواقع الثقافي؟ يعني هي غير قادرة على تغييره، يعني نجد إخفاقات كثيرة، نجد هناك ما يتعارض مع نطمح له على المستوى الثقافي. لماذا هذه الطبقة المثقفة غير قادرة على تغيير واقع الدولة؟ الطبقة المثقفة يعني مجالها القلم، أكثر من القلم لا تستطيع أن تصل إلى سدة السياسة. نعم. السياسة أكبر من المثقفين وأعمق، وراءهم دول، والمثقف لا يجد أمامه إلا القلم والورقة. وهي صح أحيانا الكلمة تكون مثل الرصاصة، ولكنها لا تستطيع أن تغير سدة الحكم. نعم. يعني ما يمكن يكون المثقف أيضا المثقف يقدر أن يصل إلى مستوى السياسي، لا يصل إلى سدة جزء الحكم. من هذا المشهد الفوضوي أنه يعني نجد هناك من بعض المثقفين يعني عندما نحاوره نجد لديه الرؤية قاتمة، لا يستطيع أن يرى، أو أنه يرى غير ما يراه المثقف النقي الحر. بعضهم حقيقة نقرأ في كتاباته وفي موقفه يتبنى أفكارا مضادة أو معادية لفكر هذه الأمة ولعقيدتها ودينها، ويؤازر الحكام الطغاة، وطبعا يبرر ذلك أنه هناك يعني جهات معادية ربما تريد أن تمزق البلد، يجب أن نساند نظام الحكم، يجب أن نقف كذا، نحافظ على جانب من الأمن. ألا ترين المثقف إلى حد ما يشارك في هذه الهزيمة للأمة؟ أكيد طبعا، هناك لكل جماعة إلها ناس تبعية إلها يستخدمون قلمهم في سبيل أنه يرفعوا من جماعتهم يعني، لكن المثقف بحياته لا يستطيع أن يغير، يحاول بالكلمة، يحاول بالندوات، بالخطابات، ولكن ما يقدر أن يصل إلى سياسة الدولة ولا يغير من السياسة شيء. وإذا كان له كلمة نافذة أقول يكون مصيره زي ناجي العلي رحمة الله عليه. نعم، يعني نسبة قليلة وطبعا لها تأثير كبير من المثقفين الأدباء والكتاب الشعراء ظلوا ثابتين على موقفهم في الدفاع عن قيم الأمة وعن عقيدتها وفكرها وحقوقها ومشروعها النهضوي. طبعا كما ذكرت ناجي العلي رسام الكاريكاتير
الفلسطيني رحمة الله عليه الذي اغتالته أذرع الصهيونية في لندن عام 87 و900 وألف. وطبعا قبله كثير أيضا من الكتاب ومنهم الثلاثة الذين منهم كمال عدوان ومحمد يوسف النجار وكمال ناصر وكثير طبعا تعرضوا للقتل الذين يعني سخروا أقلامهم للدفاع عن حقوق هذه الأمة وحريتها. يعني تيار يعني تيار حقيقة تيار خطير وتيار قوي جارف الآن نراه في تلك المرحلة عندما نستطلع ذلك التاريخ إلى حد الثمانينات والتسعينات كان الكل متجه نحو أنه عدو واحد وهو هو العدو الكيان الصهيوني. الآن أصبحت المجتمعات تعادي بعضها يعني أصبحت الفئات تصطف اصطفاف طائفي اصطفاف مذهبي اصطفاف عرقي. أين المثقف من هذا من نزع فتيل هذه الاصطفافات الطائفية والانتماءات الضيقة؟ هي مشكلة الكيان الصهيوني إنه خلق فينا سياسة فرق تسد. فرق، خلق المشاكل الطائفية، خلق المشاكل المذهبية الدينية العرقية، تشتتت الناس. فهذه الثغرة اللي زرعها في وسط المجتمع ضمن هو راحته، يعني خلى الشعوب تتقاتل فيما بينها وهو يتفرج على ما يحدث. المثقف يعني مثل ما يقولون يد واحدة لا تصفق. أصبحنا تكتلات صغيرة، يعني ما مثل قبل كان شعب كله على هدف واحد وقلب واحد. نعم، يعني أنا قلت يعني مسيرة الثقافة العربية فيها محطات حقيقة مشرقة، يعني كتاب أحرار يعني قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، كما ذكرت حضرتك ناجي العلي، وأنا ذكرت طبعا كمال عدوان، كمال ناصر ومحمد يوسف النجار، غسان كنفاني طبعا الذي اغتيل أيضا في بيروت، الروائي والكاتب الفلسطيني رحمة الله عليه أيضا ورحمة الله عليهم جميعا، اغتيل أيضا في بيروت بتفجير. طبعا أذرع الصهيونية أيضا ابتدت لهذا الكاتب وسخر قلمه إلى آخر لحظة لخدمة قيم هذه الأمة. على العموم أنا بدي أتحدث أيضا عن آخر أصدار وهو صقيع العمر. يعني وصف هذا الكتاب قصص قصيرة وهي مجموعة قصصية. يعني عندما طلعت على القصص في هذا الكتاب وجدت نوع من التعارض بين وصف الكتاب كتاب قصص قصيرة ومضمون الكتاب. القصة الأولى وهي صقيع العمر التي أخذت المجموعة عنوانها قصة طويلة يعني امتدت إلى ما يقارب 50 صفحة. يعني كيف أفهم هذا التعارض؟ وصراحة أنا كنت ناوية أنشرها قصة مفصلة يعني. نعم. صقيع العمر. ولكن في النهاية يعني اختصرت النهايات حتى أنجز الموضوع من أجل الاستعجال للطباعة. فكانت القصص الثانية قصص قصيرة. حتى يعني يصبح الكتاب يستحق النشر فأضفتهم لمجموعة إلى قصة صقيع العمر فأصبحت مجموعة يعني. ولا بالأصل هي كانت الفكرة صقيع العمر أنه تكون قصة كاملة مفصلة. طيب لماذا لم تفرديها في قصة على انفراد نزال يعني تطبع بمفردها وبقية القصص تجمعها في مجموعة واحدة؟ والله ما قلت لك يعني الاستعجال من دار النشر على أساس كنت متفقة معاهم على طباعة. نعم. وضغطوني في الوقت فأنجزتها وجمعت البقية. نعم. في ختام هذه القصة الطويلة طبعا تقولين متعبة أنا وقلبي كسير فقد معنى الحياة وقصائد العشق التي أحببتك بها تحولت إلى مراسم
لدفن الموتى وعدت وحدي أعيش صقيع العمر. يعني كيف تتحول قصائد العشق إلى مراسم لدفن الموتى؟ يعني كل شيء للذكريات هو أصبح من يعني من ضمن المدفون، أصبح كله ذكرى، وكل شيء ذكرى. منحاول حتى أن نتخلص أحيانا من الذكريات المؤلمة، ولكنها تبقى ملتصقة فينا، فتبقى أنواع من المراسم يعني بين حين وحين تطل علينا. إذن الذكريات هي الموتى قصدتي فيها؟ هي نحاول أن ندفنها كالموتى، نعم، ولكن لا نستطيع مع كل المحاولات، لا نستطيع، تبقى ملتصقة. جميل. إحدى قصص المجموعة حملت عنوان مدينة الحدباء، وهي طبعا الموصل، معروف الموصل، هذه المدينة الجميلة العريقة حملت عناوين كثيرة تعطر بعبق التاريخ. مدينة الحدباء يعني نسبة إلى المئذنة الحدباء في جامع النوري، ومدينة أم الربيعين عفوا، لأنه ربيعها يطول حتى إلى مرحلة متقدمة من الصيف، فكانت تلقب أم الربيعين. أتوقف عند هذا اللقب، وهو مدينة الحدباء نسبة إلى المئذنة الحدباء في الموصل لجامع النوري. هذه المئذنة هدمتها الميليشيات المجرمة، وبهدف سحق تاريخ هذه المدينة الذي يعبق بالمجد والجمال، مع ما سحقت من معالم جمال في هذه المدينة. تقولين أو تقفين أمام شريط الذكريات فيخترق المدى صوت المؤذن من تلك المأذنة، وهو ينادي الله أكبر الله أكبر، فتسقط كلماته كما تقولين كالندى على قلبك. الآن كيف هو إحساسك بعد أن هدمت هذه المأذنة ودمر هذا المسجد، وسحقت الميليشيات 1000 سنة من تاريخ هذه المدينة بهدم هذه المئذنة؟ للأسف يعني الحدباء، وهي مئذنة الحدباء، هي رمز للموصل، وما حصل فيها أدمى قلوبنا، يعني كان كالخنجر في الصميم. طبعا حين سمعت الخبر يومها أبكاني هذا الخبر، ولكن لا أقول إلا الله أكبر على كل من كان السبب في هذا الدمار. بلد عريق وتاريخ حافل دمروه، وليس الدمار فقط بالحدباء، يعني أماكن كثيرة كلها تراثية وتاريخ عريق كلها دمرت، وكان هدفهم هو تدمير التاريخ، ولكن إن شاء الله يبقى تاريخنا حافل، ولا يستطيع من أراد دمارنا يبقى. يعني جميل هذا الكم من الأحزان التي قرأتها في كتاباتك، أنها لم تخنق الأمل، ما زلت متفائلة، ما زال الأمل حيا نابضا في داخلك، أنها هناك نهضة، هناك عودة. يعني أنا سعيد حقيقة بهذا، أنه أحيانا نلتقي ببعض المثقفين يكتبون طبعا، لكن نجدهم محبطين، منكسرين، دائما متشائمين، لكن جميل أنه رغم كل يعني الكتب الثلاث التي أصدرتها كلها معجونة بالحزن، لكن التفاؤل ما زال نابضا فيك. شكرا. نعم نعم. شكرا لك الكاتبة والناشطة الاجتماعية العراقية زحل المفتي على هذا اللقاء، ونتمنى لك النجاح والإبداع أكثر وأكثر. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.